بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون، هذه العينة عبارة عن نوع من أنواع الإسفنج، فصيلة من فصائل الإسفنج. وطبعا الإسفنج شعبة من شعيبيات تسمى المساميات، أو المخلوقات المسامية. مثل ما تلاحظون فيها مسامات كثيرة جدا، عددها بالملايين أو بالآلاف. طبعا تختلف عددها من فصيلة إلى فصيلة أخرى. وطبعا هذا النوع من أنواع الفصائل يتغذى بأسلوب عن طريق سحب أطنان من الماء، ثم يتم ترشيح الطعام المتواجد داخل هذا الماء. إذا كان مثلا موجود ديدان ماء بحرية، أو أسماك بحرية صغيرة، أو عوالق، أو أي نوع من أنواع الميكروبات الصغيرة جدا، أو مخلوقات صغيرة جدا، أو تحلل مجهري أو نسيجي من لأي جثة بحرية من أحد المخلوقات البحرية، ممكن أن تتغذى عليها هذا الفصيلة مثل ما تلاحظون. وغالبا جميع الإسفنجيات يحصل عندها ترشيح تغذوي بسبب سحب مجموعة من الأطنان الماء، ثم يتم ترشيح هذا الماء والحصول على الطعام عن طريق سحب الماء داخل الطبقات الجسمية الداخلية. طبعا يتواجد مع مخلوقات كثيرة جدا في جميع أنواع يعني البحار، ومنتشر بنسبة كبيرة جدا. وغالبا يعني لو مثلا قطعت قطعة صغيرة وزرعتها في مكان معين، هذه القطع ممكن تعيد يعني بناء الجسم كاملا يعني، وتتكاثر، ويعني يحصل نمو بنسبة كبيرة جدا في الطبقات يعني المفقودة. ممكن تسوي يعني تعويض للطبقات. ويعني طبعا اكتشفت أنواع من البكتيريا المتواجدة في هذه يعني العينة. ومثل ما تلاحظون يوجد عينات أخرى ممكن تتغذى عليها هذه الفصيلة. طبعا ممكن تتطفل عليها أنواع من القواقع، أو أنواع من العوالق، أو أنواع من الأسماك تعيش بوسطها وتحتك فيها. وممكن أيضا يعني تعيش مع المرجان، وتعيش مع النباتات البحرية، ويعني ممكن يعني تسوي مستعمرات كبيرة جدا وضخمة، ممكن تملأ البحر بشكل كامل. وطبعا منتشرة في البحر الأحمر والخليج العربي بنسبة كبيرة جدا، وخليج وأيضا خليج العرب ممكن تكون منتشرة بنسبة كبيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات في الفترة القادمة.